في رحب علام الغيوب، جئنا هنا من كل صوب، ونسائم الرحمة هبت في الحنايا والقلوب، إحساسها صافي الغدير يزدان في ضيف الأثير، وبشائر الرضوان لاحت بين أفياء الدروب، بين شروق وغروب حين تحوم بك الخطوب، يا من أتيت وأنت ترجو اليوم غروب. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع نسائم الرحمة. سؤال: لماذا فرض الله الصيام؟ ألكي نجوع؟ ألكي نظمأ؟ حتى ننصب؟ حتى يلحقنا الجهد والجهد؟ أم ماذا؟ أتدرون أن الصيام شرع لحياة القلوب بعد أن تفقد جزءا من الطعام والشراب الذي جعل بعض النفوس تتنمر وتستأسد؟ لذلك فاعلم أن الله جل وعلا أراد منك يوم أن فرض عليك الصيام أن يتحقق التقوى في قلبك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك لابد أن تراعي القلب طيلة الشهر، ليله ونهاره. والبعض منا يراعي الطعام والشراب، يسأل بعض المفتين: أنا شربت ناسيا، أنا استنشقت فدخل إلى جوفي الماء، أنا أضع القطرة في عيني، هل هذه تفطر أم لا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. لكن السؤال المهم: هل أنت ترعى قلبك لتحيطه بمعاني التقوى وتغذيه بمغذيات الإيمان في هذا الشهر حتى تستمتع بنسائم الرحمة؟ إن أحد أسباب الكسل الذي تصيب بعض الناس مع رحيل ليالي الأيام الأولى هو أن مغذيات الإيمان قد نزعت من القلب، وأنهار الإيمان وسواقيه اللي كانت تغذي القلب بدأت تجف، ولذلك تصحر هذا القلب. لعلكم تتقون. ولا بد أن تعلم أن ليلة رمضان كنهار رمضان في الحرمة. البعض لو تعطيه صورة يوتيوب أو صورة في سناب أو أي وسيلة من وسائل التواصل وهي العين فيها قد تخون، تعطيه إياها في النهار رفض وقال أعوذ بالله، لكن لو تقدمها له في الليل فإنه ينظر إليها يظن أن الليل يباح فيه الحرام. لا، اجعل سياجا بين قلبك وبين تلك المعاصي التي تصل إلى قلبك، وابتعد عن فضول النظر، فضول الخلطة مع الناس التي قد لا تستفيد منها، فضول الكلام، فضول الصحبة، الطعام، حتى يبقى هذا القلب يرتقي بالإيمان فيستقبل نسائم الرحمة في هذا الشهر المبارك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك أكثر من الدعاء، أن الله يقلب هذا القلب على الطاعة. ثم لا تنسى أن الله قبل أن ينظر لصيامك وإلى قيامك ينظر إلى قلبك ليرى هل هذا القلب مستقبل جيد للأعمال الصالحات لأن الله فيه عظيم أم لا. زادكم الله تقى وهدى وعفاف وإيمان، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أستودعكم الله. في رحب علام الغيوب، جئنا هنا من كل صوب، ونسائم الرحمة هبت في الحنايا والقلوب،
إحساسها صافي الغدير يزدان في ضيف الأثير وبشائر الرضوان لاحت بين أفياء الدروب بين شروق وغروب حين تحوم بك الخطوب.